رجل الكهف. مرحبا. قد تتساءلون لماذا أرتدي هذا الزي؟ يعود ذلك إلى ما حصل صباح اليوم. منذ عدة أسابيع وصل إلى حينا بائع بوذة جديد، لكن بائع البوذة هذا كان امرأة تدعى أولغا، ولم تكن سعيدة بعملها، وذلك لثلاثة أسباب. أحد هذه الأسباب كان الأولاد الذين يتصرفون معها بقسوة. تفضلا، كوزان من المثلجات لكما. لا تأكلي منه الكثير وإلا ستصبحين مثلها. والسبب الآخر هو أنها كانت تعاني من مشكلة معينة. وتلك المشكلة طبعاً كانت أنا. ذلك القط مجدداً. كانت مشكلة دائمة، كل يوم حين تأتي آتي أنا. شكراً، كان الجو شديد البرودة هنا. هكذا جرت الأمور كل يوم. كان ذلك السبب الآخر الذي جعل أولغا غير سعيدة بعملها. هناك سبب آخر. كانت أولغا وحيدة نوعاً ما، فالمرأة لن تتعرف على أصدقاء أثناء قيادتها شاحنة البوظة. مرحباً، أود الحصول على المثلجات بطعم التوت، الكيوي والفستق. هذا طلبك. هاي أولغا، لقد زاد وزنك قليلاً. عندما عدت إلى المنزل كان أودي يشاهد التلفاز. نحن نبث مباشرة من الرصيف البحري 16، حيث عادت مديرة المتحف إزميرالدا بروبيكر من بعثة مهمة، أليس كذلك؟ بالطبع، لقد اكتسب المتحف هذه. إنها كتلة من الجليد من الجرف القاري في الجزء الشرقي من غرينلاند. إنها تحتوي على رفات متجمدة للإنسان البدائي. رجل كهف متجمد في كتلة من الجليد؟ هل يمكنك تذويبه في الميكروويف؟ هذا علم يا آنسة. نأمل أن نتعلم المزيد عندما نذيب الثلج عن الجسم. سننقلها إلى المتحف للبدء بالعملية. لقد أحضرت معي البوظة. أتريد واحدة؟ يمكنك الحصول على ما تبقى. العصي هي أفضل جزء. أنت تحب مطاردتها، أليس كذلك؟ أنت محق. كان هذا عملاً دنيئاً ولو صدر عني. إن كانت أولغا في الجوار، سأحضر لك بوظة فيها بوظة وربما تسعة من أجلي. كل ما كانت تفكر فيه أولغا في ذلك اليوم، متى سيحين الوقت لأنهي عملي وأذهب إلى شقتي الصغيرة التافهة؟ مقفل. يوجد زر في مقصورة السائق يفتح الباب الخلفي. ها هو، إنه هنا. كان ذلك حين حللت فرامل اليد عن طريق الخطأ. أوبس. توقفي، لا تذهبي إلى أي مكان، لا أحد يقود. توقف. توقفي. النجدة. عدي إلى هنا بشاحنة البوظة. النجدة، لا أملك رخصة قيادة، لا أملك حتى رخصة قيادة للهغرة. قد يوقفها هذا الزر.
أو ربما هذا. لم يوقفها ذلك الزر أيضاً، لكنني لم أدرك ذلك حينها. كان الزر الذي يطفئ البراد الموجود في الخمر. ماذا علي فعله؟ ماذا علي فعله؟ أوه لا، توقفي. هذا هو الكتيب الذي أتى مع الشاحنة. أتوقف 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 أتوقف. أتوقف أتوقف أتوقف. ها هو التوقف. استعمل الفرامل. زال عني الخطر. أظن أنه من الأمان أكثر القيادة قبالة الرصيف. ألم تكفك سرقة مثلجاتي؟ أنت الآن تسرق شاحنتي. أتظن فعلاً أن ذلك الصندوق يحتوي على رجل كهف متجمد؟ من يعلم؟ ما علينا فعله؟ وضعه في الشاحنة المبردة حين تصل إلى هنا. لابد وأنها هي. أيها القط الشرير! أوه شرير! وحينها راودني شعور غريب. بدأت أشعر بالأسف تجاه أولغا. بدأت أشعر بأنني لم أكن لطيفاً معها. أجل أنا؟ أجل، أشعر بالأسف تجاه الأشخاص بين الحين والآخر. هيا ارتدي زيك. إذن أين كنت؟ أوه أجل، هل أخمن ما يفعله هذان الرجلان؟ هل أنت متأكد أنها الشاحنة الصحيحة؟ إنها للمثلجة. المتحف يقوم بتوفير المال. عادت أولغا إلى شاحنتها وقادتها وهي غير مدركة لأمرين. الأول، كانت تقل رجل كهف متجمد في شاحنتها، والثاني هو أن البوظة في الشاحنة كانت تذوب. هذا صحيح، لأنني قمت عن طريق الخطأ بإيقاف زر تشغيل الثلاجة. سرني انتباهك. كانت جميع المثلجات تذوب وكذلك كتلة الجليد. بالعودة إلى الرصيف البحري، كيف وضعتما رجل الكهف في شاحنة مثلجات؟ لقد قلت شاحنة مبردة، وتلك كانت شاحنة مبردة. سأقوم بملاحقة شاحنة البوظة تلك وأسترجع ممتلكاتي. لم أكن أعرف ما الذي يحدث، ولكن يبدو أن أولغا في ورطة. لذا قررت الذهاب لأرى إن كان باستطاعتي المساعدة، وهذا أفضل بكثير من المشي. تبين أنها كانت بحاجة إلى مساعدة. كان هناك هذا الرجل الذي يتواجد في الشارع. كان رجلاً غامضاً. طلب منها النزول. أريد المثلجات، ولكن هل لديك فكة $20؟ نعم، أظن أن لدي فكة. أعدها إلي، إنها لي. حسناً، أصبحت ملكي الآن. صرخت، ولكن لم يسمعها أحد. النجدة! تقريباً لا أحد. لا يمكنك أن تأخذ مالي. حقاً؟ حسناً، من سيوقفني؟ أنزلني، سأعيدها. أنا آسف، آسف. لا يمكنك أخذه الآن. أجل، سوف يعود إلى المتحف لتتم دراسته وعرضه. ما الأمر أيها الهر؟ ألقي نظرة إلى الخلف. تريد أن ألقي نظرة في الشاحنة؟ ماذا يوجد هناك ليكون مهما لي؟ هذه هي فرصتكما. اذهبا بعيدا عنها وعن متحفها. لقد هربا، ولا أحد يعلم أينهما الآن، لكنني واثق أنهما سعيدان معا. أخرجني من هنا. لا تقلقي، سأخرجك من هنا، لنقل بعد حوالي 600 ملعقة. ولكن ماذا سأفعل بشأن المتحف؟ وعدت المشرفين بأنني سأعرض عليهم رجل الكهف. إن تركت الثنائي السعيد وشأنه، يمكنني مساعدتك لفترة معينة، ولهذا السبب علينا القيام بذلك. أنت مستعد؟ حسناً، لنذهب إلى العمل.
ومن هنا لدينا عرض جديد عن حياة العصر الحجري. تمثل هذه الشخصيات قطاً بدائياً وكلباً لديه أسنان طويلة. تذكر أودي، نحن موجودان هنا إلى أن يجد رجل كهف آخر. حسناً، حان وقت الغداء. آمل أن يتأخر قليلاً، فالطعام هنا شهي للغاية. الأخيرة. غارفيلد، ألا تتوقف عن تناول الطعام؟ بالتأكيد، عندما أنام وعندما آخذ قيلولة. أجل، هذا هو ما أقصده. عندما يتعلق الأمر بالطعام، تفتقر الإرادة. هذا هراء، أستطيع التوقف عن الطعام متى أردت. إن أردت ذلك فعلاً، أستطيع القيام به. أجل، صحيح. أتشارطني؟ بالتأكيد. الشرط أنك لا تستطيع الصمود لساعة واحدة من دون أن تتناول شيئاً. إن خسرت، فسوف تكون خادمي الخاص لمدة أسبوع. وماذا سأستفيد إن ربحت؟ ما رأيك لو بقيت بعيداً عن منزلك لمدة شهر؟ هذا هو الكلام المفيد. إنها الساعة 11، سينتهي الشرط بعد ساعة. بالتوفيق. إنها ساعة واحدة فقط، نحن نتكلم عن 60 دقيقة فقط. 60 دقيقة. سيمر الوقت بسرعة. لا بد وأن تلك الساعة معطلة، فالعقارب لا تتحرك. تهانية يا غارفيلد، لقد نجحت بتخطي الدقيقة الأولى. دقيقة واحدة فقط؟ يبدو لي أن ساعة قد مرت بالفعل. في الواقع يبدو أنه مضى 3 ساعات و47 دقيقة. أنت لا تفكر في الاستسلام، صحيح؟ بالطبع لا. في الواقع أنا لا أشعر بالجوع أبداً. إن قلت ذلك، أراك لاحقاً. بقي 59 دقيقة. هذا أصعب مما تصورت. يجب أن لا أفكر في معدتي. سأشاهد التلفاز لساعة من الوقت. التلفاز هو أفضل طريقة لإضاعة الوقت. إن تحضير مخفوق الشوكولاتة بالحليب بات سهلاً الآن بفضل آلة صنع الشوكولاتة الجديدة. هل وجدتها؟ أجل، شطيرة اللحم مع الجبن المفضلة لديك. لا أصدق. لا، لا تنسوا البوفيه المفتوح للبيتزا في مطعم فيتو، إنها أفضل بيتزا على الكوكب. غارفيلد، ولكن ما الذي تفعله؟ كان هناك بقعة على الشاشة، لذا فقط فكرت في تنظيفها. انظر على السجادة هناك. يتطلب الأمر أكثر من حبة ذرة لكي تحولني إلى خادمك الخاص. انظر إلى الساعة،
ما زال هناك 55 دقيقة بقية من عدم تناول الطعام. 55 دقيقة؟ إنها أطول ساعة تمر في حياتي. علي أن أجد شيئاً ما لا يتعلق بالأكل. بالطبع سوف أخذ قيلولة في هذا الوقت. بالتأكيد نورمال لم يفكر في هذا. وعندما أستيقظ من قيلولتي الصغيرة سأتخلص منه لمدة شهر كامل، وهذا أمر يستحق العناء. تعال غارفيلد، الغداء جاهز. أجل سيدي، امنحني دقيقة من الوقت. حسناً، أشعر بتحسن الآن. حقاً. تفضل يا أودي، هذه لك نورمال. وهذه القطعة الكبيرة من أجلي. ها؟ غارفيلد؟ لا، ما بك؟ إنها لازانيا بالجبنة. شكراً لأنك وضعت الملح على جرحي. أواثق بأنك لا تريد تناولها؟ لا. حسناً، من يريد القطعة الكبيرة؟ مياو. غارفيلد. هذا مؤلم حقا، لا يمكنني تحمل هذا الوضع أكثر. لن تمضي هذه الساعة، لن تمضي هذه الساعة. عد إلى هنا وأحضر بعض الخردل. مرحباً يا قطعة الحلوى. غارفيلد، فيلد، تتصرف بغرابة. هل كل شيء بخير؟ أتسمع ذلك؟ ماذا؟ ماذا؟ تعال إلي يا غارفيلد، أعلم بأنك تريد ما بداخلي. لا، افتح الباب. تناول غارفيلد، اشتقنا إليك، قل ألم تعد تحبنا؟ لا، لا يمكنني الاستسلام الآن، علي أن أقاوم. تناولنا، تناولنا، ستشعر بك.
نجحت نجحت. أنا قد فزت بالشرط وذلك بفضل إرادتي القوية. يمي تهنيه غارفيلد، لقد فزت. سوف أنفذ الاتفاق، لن أضع قدما واحدة في هذا المنزل لمدة شهر كامل. لم يكن الطعام لذيذا بهذا الشكل من قبل. أنا لست على ما يرام. إن حرارته طبيعية، أعتقد بأنها مجرد حالة من عسر الهضم. أنا بخير، حقاً، حقاً. أتظنين أن بإمكاني الحصول على بعض الحلوى؟ لا أظن ذلك، غارفيلد. توقف عن إطعامه لمدة 24 ساعة، هذا من باب الاطمئنان فقط. 24 ساعة؟ بالكاد تمكنت من تجاوز ساعة واحدة. آسف أنني مضطر أن أبقى بعيداً عن بيتك لمدة شهر كامل. كان بإمكانك مساعدتي في تناول هذه البوظة الكبيرة والشهية بطعم الشوكولاتة. لا، الشوكولاتة. إنه عالم الهر. هذه حلوى لذيذة، أستطيع أن أكل وجبة أخرى أو اثنتين. المشكلة أنه علي النهوض إلى المطبخ. أودي، هيا اجلب الطعام. شكرا لكن لا أشكرك. أودي، أنا لا أكل العظام المطاطية. لا أحد يفعل ذلك باستثنائك. هل أنهض إلى المطبخ؟ قرار صعب. كان يوماً رائعاً حتى الآن. استيقظت عند العاشرة وأكلت وأخذت قيلولة وتغديت وشاهدت التلفاز وأخذت قيلولة وشاهدت. إنها نهاية العالم وما زلت جائعاً. ماذا؟ حدث فعلاً؟ نعم، يبدو كل شيء جيداً. إنها هلوسات بسبب الجوع الشديد ربما. لنحضر طعاماً. حسناً، هذا غريب. أتحقق من جون؟ أوه طبعاً، إنه في الداخل. ماذا؟ أتيت لأتفحص جون، أتذكر؟ لقد اتصلت بي البارحة لأتفحصه. ها؟ ولكن ماذا يحصل هنا؟ هل أنت بخير غارفيلد؟ تبدو متوتراً. هل عملت على رسومك أم بعد؟ ها؟ رسومي؟ أي رسوم؟ أوه حسناً جون، لنتفحصك.
تبدو سميناً. عليك اتباع برنامجاً صحياً يا عزيزي. أتتناول العشاء خارجاً غارفيلد؟ هناك مطعم وسط المدينة، إنه ممتاز. لقد حجزت طاولة. مطعم؟ نعم، لما لا؟ إنها فكرة جيدة. أنا سأخرج من هنا. حسناً، أنا بحال أفضل كثيراً. أنا متيقظ. كان حلماً فعلاً سيئاً. كان حلماً سيئاً سيئاً وغريباً جداً. مرحباً غارفيلد، لا تنسى ليلة الجمعة. غارفيلد، أين نفاياتك؟ إنه اليوم الخاص بتجميعها. أنا لا. ما هذا العالم المجنون الذي تتصرف فيه الهررة كالبشر والبشر كالهررة؟ أمر مخيف. ربما لو عدت إلى الداخل سيعود كل شيء إلى طبيعته. أنت انتهيت من جون؟ زاد وزنه 10 كيلوغرامات. عليه اتباع نظام الأرز لأسبوعين. لماذا تحدق بي هكذا؟ ألن تجيب على الهاتف؟ أتعلم ماذا؟ أنا لا أفهمك أحياناً غارفيلد. مرحباً. نعم، أجل، مهلاً. إنه ناشر، هيا. نعم. إني أنتظر الرسومات الأخيرة. إن لم تقدمها عند الرابعة غداً فسأمزق عقدك وستفتش عن ناشر جديد. ماذا، عقدي أنا؟ هل علي أن أعمل بجهد لأعيش؟ نعم عزيزي، كالآخرين. لا تخافي أيتها الممرضة. آسف أصدقائي، أنا أحب المسلسلات جداً، لكن علي اكتشاف لغز العالم الجنوني. العوالم المتوازية، هل هي موجودة؟ أم نجدها في الروايات الخيالية فقط؟ هل قالت العوالم المتوازية؟ الفيزيائي الدكتور أنجس ماكلون موجود معنا ليجيب على هذا السؤال. حسناً شيرلي، نظرياً العوالم المتوازية موجودة، نصل إليها عبر الثقوب. لقد اخترعت جهازاً يثبت وجودها. قد وجدتها، أنا الآن في عالم متوازن. تنقلت عبر ثقب ووصلت إلى عالم متوازن، ما يفسر ذهاب غارفيلد المتطابق الذي أتى بدوره إلى عالم أنا ربما. لا بأس، لكن كيف وصلت أنا إلى هذا المكان؟ يا له من حادث رهيب. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ غارفيلد المسكين. هي، لقد رأيتك على التلفاز. غارفيلد، أنت حي؟ هذا أنت؟ نعم، أعتقد، على الأقل آمل ذلك. لو لم أعد أنا قد أشتاق إلى نفسي. إن قلت إنني أكلم نفسي أقصد أنا. أنت عالم العالم المتوازي؟ نعم، لكنك تعرف بما أنني صديقك المقرب. أنت صديق المقرب؟ واو، لا أهمية لحسن الاختيار. على كل حال، ماذا لو قلت لك إنني لست غارفيلد الذي تعرفه وأتيت من عالم متوازن حيث يخدم البشر الهررة؟ عالم متوازن؟ نجح اختراعي، نجح اختراعي. لقد وصلت إلى عالم متوازن. غارفيلد، أنا عبقري. حسناً أيها الطبيب، اهدأ، سأتقيأ وجبتي الأخيرة.
بعد أن اختفيت؟ بالأحرى نسختك الأخرى، كان علي أن أتأكد إن كنت أنت. أقصد أن نسختك الأخرى قد اختفت، بالتالي أوجدت في هذا المنزل. تصرف مدروس أيها الطبيب، والآن أخبرني كيف وصلت إلى هنا؟ حسناً، لنذهب إلى المختبر. هذا اختراع الأخير، ذا هو. ماذا؟ ذا هو هو فتاحة الثقوب. دعوتك صباحاً، أقصد نسختك الأخرى، إلى مختبري لكي أريك إياه. يفتح الجهاز الثقوب ويكتشف العوالم المتوازية. رائع، كيف يعمل؟ إنها عملية معقدة. اضغط على المفاتيح والأزرار في التسلسل الصحيح. أنا الوحيد الذي يعرفه. ثم احتمال واحد على مليون أن يكتشفها آخرون. حقاً؟ سأهزم الاحتمال لقاء شهر من اللازانيا. تفضل غارفيلد. لا أصدق، لقد نجحت. حين تكون اللازانيا على المحك أفوز دائما. ابتعد عن النطاق الآن. لا، عالمك رديء، الهرر عبيد لأنها تعمل وتخدم البشر. أمر مقزز. أنا مسرور بعودتي. عالمك رديء، الهرر تأكل وتنام وتشاهد التلفاز فقط. أمر مبشر. أتوق للعودة. هي، عليك تسليم الرسوم غدا. حسنا. عليك اصطحاب أرلين عند الثامنة، ستأكلان خارجا. ماذا قلت؟ قلت عدت إلى منزل العزيز. مرحبا أودي، سررت برؤيتك. استدر. لا تشكرني. قلت لك لا تشكرني. بعض الأمور لا تتغير. غارفيلد، اللازانيا جاهزة من الفرن. لا بأس بذلك. سررت بالعمل مجدداً. العالم الذي تجلس فيه الهرر ولا تتحرك رهيب. كيف تجرؤ على تفويت الموعد؟ أتعرف كم يصعب الحصول على طاولة في هذا المطعم؟ هناك قائمة انتظار لستة أشهر. مطعم؟ أي مطعم؟ لا تتلاعب معي غارفيلد، لست بمزاج جيد. نعم بالطبع، سأشرح لك كل شيء. أتذكرين الدكتور ماكلون؟ حسناً، لقد اخترع جهاز ذا هو. لقد أدخلت إليه عرضياً ووصلت إلى عالم متوازن يشبه عالمنا، إلا أن الهرر لا تعمل فيه. تتوقع أن أصدق هذه القصة السخيفة؟ صدقي جزء الثقوب على الأقل. لن تجرؤ. أتعلمين شيئاً؟ ربما لم يكن العالم الآخر سيئاً. مرحباً، حان وقت النهوض، إنه يوم هام، هيا استيقظ. أكره القيام بذلك. لا، لا أكره. لماذا فعلت ذلك؟ لأنها ليلة النفايات؟ ها؟ فهمت، إنه عيد ما، إنه... أوه لا، هذا هو اليوم. آسف. إنه آسف. سأحضرها فوراً.
حسناً جارفيلد، لازانيا عيد ميلادك أصبحت جاهزة. أوه رائع جارفيلد، سوف أحرر ذلك في الفيديو المنزلي للازانيا. لا لقد خدعت. حسناً أضفت فيلماً آخر، لدي 6 ساعات فيديو لجارفيلد وهو يأكل اللازانيا. لا أقصد أنه لا يفعل أي شيء آخر. لدي شكوى. هل من مشكلة؟ أعد إحصاءها. ما هذا؟ لقد طهوت طبقاً عن كل سنة من عمرك. ينقص طبقاً؟ ينقص طبقاً. لا أملك مكونات لازانيا أخرى، ماذا سأفعل؟ سأذهب إلى السوق، سأعود فوراً. بينما يخرج سأستفيد من وقتي، سوف أقوم بأمر بناء. ٢٤ ساعة لنبلغ كوكب الاجتياح أيها القائد. جيد، هل أرسلت بطلب ريكوتا؟ ها هو أيها القائد. ريكوتا، لدي مهمة هامة جدا لك. هل سأقود الهجوم على كوكب الاجتياح أيها القائد العظيم؟ كلا، إنه أكثر أهمية، سأريك. التقطت الماسحات ألوف الصور لكوكب الاجتياح، لم نرى شيئاً يمنعنا من اجتياحه واستعباد سكانه، وذلك بكل سهولة باستثناء هذا منهم. من هم هؤلاء الأشخاص؟ نحن لا نعرف، إنهم من كوكب مجاور، مجاور لكوكبنا، سافروا إلى الكوكب الذي نريد اجتياحه. ماذا حدث لهم؟ صور الجاسوس لا تظهر ذلك، يجب أن نعرف ماذا سنواجه. أعتقد أنني أعرف هذا الشخص، قد أخطئ لكن أعتقد أنه عمي موسي. اتجه إلى كوكب الاجتياح، اذهب إلى مكان المخلوق البرتقالي واكتشف ماذا حدث لسكانه. خذ هذه، ستقيس الطاقة الدماغية لمن ستواجههم. فوراً أيها القائد العظيم. أنا ريكوتا، أنا في طريقي إلى كوكب الاجتياح، سأبلغكم بالأحداث. يبلغكم العميل ريكوتا، أنا الآن في كوكب الاجتياح، سوف أقيس. سوف أقيس الطاقة الدماغية لمخلوق محلي. قياس الدماغ 0. سأبحث عن المخلوق البرتقالي. حددت موقع المخلوق البرتقالي، إنه نائم الآن في سبات عميق جداً. ربما عاد أربقه. إنه قادم، سأختبئ. آمل أنه حضر اللازانيا الأخيرة. ها هي.
لا تأكلني، لا تأكلني. ها؟ هل سمعتم شيئا؟ هل ما كان هذا؟ أودي، أرأيت اللازانيا تهرب من هنا؟ لقد هربت. تملك اللازانيا ساقين. ركضت وتكلمت وسألتني إنها تملك فمًا وتتكلم وهربت. أتصدقني أودي؟ لا، لا بأس، لا أصدق نفسي. أمسرور لأن المخلوق البرتقالي لا يشكل تهديداً؟ نعم، أنا لا أعرف ماذا فعل لإخضاع الأشخاص في الصور، لكنني تعاملت معه جيداً. إذن ليبدأ الاجتياح. كل هذه السنوات لم أعرف أن اللازانيا تتكلم. لما لم تقل شيئاً؟ ربما ليست مجرد لازانيا. ماذا لو يتكلم الرافيولي؟ أو حاول الكانيلوني ضربي؟ والخبز بالثوم؟ سأتدور جوعاً. لا لا، أنا لا أفهمك. اسمعوني، يخفق أودي في اللفظ أكثر من اللازانيا. ما الأمر؟ هل من شيء هناك؟ أودي، إنها قادمة لأجلي. سأختبئ. بسرعة، صادروا هذا المخلوق. أنا لو كنت شجاعاً لكنت أنقذت صديقي أودي. من الجيد أنني لا أتمتع بالشجاعة. أحسنت يا ريكوتا، يجب القضاء على المخلوق البرتقالي. وهل هزيمته سهلة؟ جداً أيها القائد، حالما نجده فقط. إنه في مكان ما هنا. سنجد المخلوق البرتقالي وندمره. ماذا فعلت أنا للازانيا؟ عدا عن أكل الألوف منها. ما من إشارة للمخلوق البرتقالي هنا. لنتحقق من الخزائن. ألاحظت شيئاً؟ سمعت صوتاً، فهل من مشكلة؟ هذا أمر سخيف، لن أختبئ هنا طيلة حياتي. بلى يمكنني. لا، لا يمكنني. جون؟ أودي؟ اللازانيا الناطقة؟ أودي؟ إنها تلاحقني. يمكن أن تنجز ذلك. البشرية. يبدو أنها في غرفة جون. قلت أن هزيمته ستكون سهلة ريكوتا. ظننت ذلك حقا. يا رفاق، فلننهي هذه المسألة. لا أعرف ماذا حصل، لكنها رحلت بالتأكيد. نعم، لا تعرف ما قد حدث. كانت خطرة ومخيفة ومدمرة، لكنها تبدو لذيذة. غارفيلد، لقد عدت. لن تنتظر كثيرا حتى أطهوها، لذا قصدت مطعم فيتو وأحضرت لازانيا الميلاد الإضافية.
لا لا أبعدها، قد تكلمني، قد. عجبا، ظننت أن فيتو طاه ماهر. في الخارج. استيقظ جون، استيقظ قبل أن تفعل أي خطأ وتصبح مسطحا كالفطائر. هيا. لا أصدق. أوه مرحبا. تتساءلون كيف دخل جون في هذه الورطة. سأخبركم كل شيء لكن بسرعة. حسنا. يعجز جون عن النوم مؤخرا. جرب كل شيء. نام بكل الوضعيات. قرأ كتاب كيف تنام. عليك أن تشرب كوب حليب ساخن بعد حمام ساخن. لم يوفق لأن جون لم يشرب المياه الساخنة. ثم لجأ إلى عبد الخراف. لم يكن هناك خراف، لذلك ارتجلنا. واحد، اثنان، ثلاثة. أوه. لم ينجح ذلك، لكنه أتعب أودي كثيراً. أخيراً شاهد التلفاز. هل تستيقظ ليلاً وتعجز عن النوم؟ هل تتعب طيلة اليوم فتخفو في عصيدة الشوفان؟ أعاني كل هذا. استشرني أنا، أمكنك من النوم ليلاً وذلك بواسطة التنويم المغناطيسي. أتوق لأنام جيداً وسأجرب ما يقوله الطبيب. قصده جون صباحاً لكنه فكر ملياً على غير عادة جون. هل مجيء غير مناسب أيها الطبيب؟ الأشخاص الأذكياء لا ينومون بهذه الطريقة. لا يمكنك أن... حين أضغط على الزر ستستيقظ. ستظن أنك دجاجة حتى أضغط عليه مجدداً. بق 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 بق. لنوقفه قبل أن يبيض. سأنام لأنني ذكي لأنوم. أظن أنك ستكون مناسباً للحاسوب المنوم. الحاسوب ماذا؟ إنه جهاز اخترعه الدكتور سومنامبلو لبرمجة الأشخاص باقتراحات منومة. أدخل الرمز للسلوك المرغوب فيه وستتم برمجته. لم ألاحظ. بينما كان الطبيب يبرمج جون، ألهت بابة أودي. جون أعمقه، سوف تنام كل مرة تسمع فيها هذا الصوت. إن هذا ما حدث. تمت برمجة جون بواسطة نباح أودي. لم نعرف ذلك. سأختبره وأجعلك تنام لإيقاظه. عليك أن تضغط على الزر مجدداً. لن ينجح هذا الأمر معي أبداً. أيها الهير، تجعله ينام بهذا وتوقظه حين يرتاح بما فيه الكفاية. لقد فهمت. راقبه بحذر. فمن النادر جداً أن يمشي الأشخاص في نومهم بسبب التنويم. عدنا إلى المنزل.
سوف تأتي لاز. سوف تلقي خطاباً في منظمة الأطباء البيطريين. ولقد وعدتها بالمساعدة. كان علي أن أشك بوجود مشكلة، لكن فكرت في أمور أخرى كالغداء. أريدك أن تستمع جيداً إلى خطابي. تسرني المساعدة، إنه وقت مناسب للأكل. ما من وقت سيء للأكل. زملائي الأطباء، يشرفني الوقوف أمامكم. حين طلب مني أن أخاطبكم، جون؟ جون، هل تستمع إلي؟ أسمع كل كلمة لاز. حسناً، حين طلب مني أن أخاطبكم، سألت نفسي. إن اعتقدت أن خطابي ممل ويجعلك تغفو، خذ قيلولة جون أربكل. إلى اللقاء. لاز، لاز، لقد أرادت أن أسمع خطابها. أرأيت إلى أين ذهبت لاز؟ غفى جون 3 مرات خلال العشاء و6 أثناء ألعاب الفيديو. لم يلاحظ. أخيراً حان وقت النوم. يمكنك أن تجرب الزر غارفيلد، لكن لن يكون مفيداً، فلا يمكنك تنويمي. كان جون محباً. أصمت أودي، أحاول أن أحث جون على النوم. نجح الأمر أخيراً. لا تقف. ظننا أن المشكلة انتهت، لكنها كانت البداية. شاهدنا التلفاز باعتقادنا أن جون نائم. كان كذلك، لكن قرر فجأة أن يتنزه. إلى اللقاء جون. جون، أين ذهب؟ راكب آخر لم يدفع. حسنا، إن جون يمشي في نومه، وذلك كما حذرنا الطبيب. علينا إيقاظه. المشكلة أن الحافلة أسرع منا. تبعنا أثر صديقنا حتى مطعم فيتو. خرج من الخلف. هل من أثر له أوبي؟ أحضر المساعدة، سأحاول إيقاظه. هكذا انتهى بنا المطاف هنا. المشكلة أنني أضغط على الزر، لكنه لا يوقظه. المكان مرتفع، سأوقظه قبل أن يتقدم خطوة خاطئة. ها؟ 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 ها؟
أودي توقف لا تنبح. أودي انبح مجددا. كما قلت لك أيها الطبيب فأنت لا يمكنك تنويمي أبدا. سأستلقي في سريري و مجدداً. سأعود. بينما نوجد هنا سأعطي جان أمراً أثناء التنويم. أتعرفان؟ نمت جيداً وأشعر بحال ممتازة. أشعر أن الأرق قد اختفى نهائياً. رائع. في الواقع أشعر بحال جيدة ولن أحضر اللازانيا بعد الآن لك يا غارفيلد لأنني سأتنزه الآن. هودي هيا انبح من فضلك. سأحضر اللازانيا. أودي؟ ها؟ سأحضر اللازانيا. ها؟ سأحضر اللازانيا. ها؟ عامل تسليم البيتزا؟ لقد طلبتها للتو. مرحبا غارفيلد. هودي أخبرني أنك لم ترى ما رأيته الآن. مرحبا غارفيلد. من يقلع الباب؟ لا غارفيلد ابتعد. مرحبا نيرمل ادخل. سيسكن معنا لعشرة أيام لأن ملكه ليس هنا. أليس كلامي صحيحا أيها الصغير؟ عشرة أيام؟ قل لي إنك تمزح. هيا رجاء كونا لطيفين مع نيرمل يتصرف على راحته. اتفقنا؟ عجبا، ألا نستمتع نحن الثلاثة في وقتنا؟ حقا من أجل من التوقيت مناسب لبطولة التزلج الدولية، لن أفوتها أبدا. حقا تفضل. أريد رؤية الرجل الذي فعل ذلك. أشعر بالملل. أيمكننا أن نمرح أو أن نلعب الألعاب؟ هيا. ساقي. هل سمعت ما أحدا يصرخ؟ غارفيلد. ساقي. لقد لويت ساقي الرائع الحساسة. غارفيلد. مياو مياو مياو.
لا أصدق أن جان أعطاه مقعدي وجهاز التحكم. هذا فعلاً غير مقبول. الأذان. وقت الغداء. أنا جائع جداً. لا غارفيلد، أنت لا تستحق اللازانيا بعد الإساءة إلى نورمال. خذ يا صغيري. لازانيا بأربعة أنواع جبنة مع البارميزان. إنها حتماً اللازانيا المفضلة لدي. إن احتجت إلى أي شيء أو أزعجك غارفيلد وأودي، اقرع مرتين وسآتي، اتفقنا؟ بالنسبة إليكما، أنا مسؤول عن الصغير نورمال، لذا أحسن التصرف وإلا سأعاقبكما بقية الأسبوع، فهمتما؟ أودي، غارفيلد، هلا تحضراني كوب مياه لي لو سمحتما؟ حلقي جاف جداً. طبعاً نورمال. تعال أودي، علينا أن نتحمل. هذا ليس ساخناً. كيف آكل الكعكة مع حليب بارد؟ أتعتبر هذا تدليكاً؟ أنت تضرب الفراء الرقيقة بمخاليبك. انتبه جيداً لما تفعله أيها الكلب. هل سأحصل على الكعك أم ماذا؟ خذ، ازحف أنت وأحضر. يكفي، سئمت من الاعتناء بالملك نورمال. لن أعود إلى هناك لأي سبب، سمعت؟ لا شيء أودي، لا شيء، لا شيء. مرحبا بكما، تستحقان مكافأة للاعتناء بنورمال خلال الأيام الماضية. غارفيلد، أودي، أين هو الحليب الساخن؟ أيها الكاذب اللئيم، ادعيت الإصابة طوال الوقت لتحظى بمعاملة ملكية. ماذا لو فعلت؟ أنت وأودي شريران معي، كما لا يمكنك أن تثبت شيئاً. غارفيلد، أودي، تراجعا. ألا تلاحظ أنه يمثل؟ يدعي ذلك. غارفيلد، أودي، إلى المطبخ، أنتما معاقبان. مياو. 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 لن تضطر للتمثيل حين أنتهي منك نورمال. سأفقد صوابي إن استمعت أكثر إلى موسيقى التزلج الرديئة. هذا ما سنفعله أودي. أيها الصديقان، ماذا تأكلان الآن؟ كعكة الشوكولاتة اللذيذة. أستطيع الحصول على قطعة؟ بالطبع، لكن أنا وأودي معاقبان، أتذكر؟ لا يمكننا مغادرة المطبخ، عليك أن تأتي وتأخذها. Thank you.
لا 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 لا. ماذا هذا؟ جرس نيرمل؟ غارفيلد، أودي، إلى الخارج الآن. أعطنا جهاز التحكم وانزل عن الكرسي. وإلا ماذا؟ لن تجرؤا على لمسي أبدا. حسنا، ستتسببان بعقاب لكما. مرحبا أيها الصغير، لقد سررت لأن ساقك تعافت، أنت لا تعرج حتى. لن تنجو بفعلتك، أسمعت يا نورمو؟ ستحتاج إلى المزيد من الضمادات حين. تفوقت على نفسي باللازانيا بأربعة أنواع جبنة. أوه، من المؤسف أن ليز منعتك من استخدام فكيك. لدي مفاجأة لكما. لقد طلبت من نورمل البقاء معنا لفترة كي يبهجكما. استمتعوا. أوه، التزلج رائع، انظرا إلى أزياء الفراشة الرائعة هذه.